بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم في قناتكم، قناة الأستاذ حيكون أسامة لمادة الأدب العربي، في هذه السلسلة الجديدة، سلسلة الأنشطة التطبيقية لحلول كتاب المراجعة النهائية بالأنشطة التطبيقية. هذا الكتاب الذي كنت قد حدثتكم عنه بمعية الأستاذ عيدي عبد القادر، الكتاب مكتوب هنا علوم تجريبية، اسمعني هنا علوم تجريبية، ولكن الحقيقة يمكن للجميع الاستفادة منه لما يزخر به من معلومات هائلة، معلومات جبارة جدا يا جماعة. الكتاب أنا قلت لكم سابقا فيه تمارين كثيرة جدا، والحلول راح تلقاوها من الأخر الحلول. صلوا على رسول الله. اليوم بما أنكم طلبتوا درس الاستعارة، رايحين مباشرة نحن نروحوا للفهرس، ونروحوا للفهرس يا جماعة نشوفوا الاستعارة وش من صفحة راهي فيها. الاستعارة راهي موجودة في الصفحة 103. 103 يلا يلا نشوفوا الاستعارة صفحة 103. هاي صفحة 103. إذا هنا تبدأ الاستعارة، ولكن أنا نظن باللي رايحين نحلوا الاستعارات اللي جاوا في البكالوريا أفضل. الاستعارة ورودها في البكالوريا من 2008 إلى 2021. احنا كنا قد تحدثنا سابقا وقلنا بأن الاستعارة لازم يكون فيها فعل، لازم يكون فيها فعل، بمعنى إذا لقينا فيها فعل أو مشتق، يعني أنتم لازم تروح تراجع درس الاستعارة وتجي. صلوا على رسول الله. إذا نركز لي هنا الآن، اسمحوا لي نفتح الكتاب بشكل ممتاز هكذا جميل. الآن قادوا الحياة بزمام. هنا عدنا الفعل قادوا يا جماعة، احنا على بالنا بأن الحياة لا يمكن قيادتها، وبالتالي نحن نتعامل مع، احنا وش قلنا سابقا؟ قلنا لا بأس بالتذكير، قلنا بأن التشبيه يكون بين الأسماء. مثلا الماء فضة، مثلا الماء اسم وفضة اسم، مثلا العطر أنفاس. ها مثلا بيروت قصيدة. احنا قلنا بأن التشبيه لازم يكون بين أسماء، بيروت اسم وقصيدة اسم، العطر اسم وأنفاس اسم. نستطيع إدخال الكاف بين هذين الاسمين من أجل التأكد، الماء كفضة، العطر كأنفاس، بيروت كقصيدة. احنا وش رانا نديرو الآن؟ نحن ندخل الكاف من أجل التحقق أننا نتعامل مع التشبيه. أما الاستعارة يا جماعة الخير، الاستعارة وش قلنا؟ الاستعارة قلنا يكون فيها فعل أو مشتق. بطبيعة الحال الاستعارة لازم تكون على بالك بأنها كلام مجازي. مثلا قادوا الحياة، هنا لما تشوف لي قادوا الحياة، قادوا فعل أليس كذلك؟ وبالتالي مادام قادوا فعل معناها راني نتعامل مع استعارة. إذا نعود إلى هنا، إذا قادوا الحياة بزمام، الحياة لا يمكن قيادتها. هذا الفعل اللي انت لقيته واش رايح يولي لك من بعد؟ هذا الفعل رايح يولي لك قرينة. ماذا قادوا؟ قادوا الحياة، هذا رايح يولي لك مشبه. ركز لي الآن. احنا الجملة تاعنا في الاستعارة لازم وش نخرجوا؟ لازم تقعد تتعامل مع الاستعارة، لازم تخرج فعل زائد اسم، يعني لازم تكون الاستعارة محصورة في كلمتين، ما تخليهاش كبيرة، لازم فعل زائد اسم. الفعل هذا رايح يولي لك قرينة، الاسم هذا رايح يولي لك مشبه. ركز الآن، الفعل وش رايح يولي لك؟ رايح يولي لك قرينة، والاسم وش رايح يولي لك؟ رايح يولي لك ماذا؟ مشبه. إذن المسألة سهلة وبسيطة. إذن احنا لما قلنا قادوا الحياة بزمام، إذا وش راح تولي لي هنا؟ ركز لي هنا، راح نقول أنا وش راح ندير؟ في هذه الحالة راح نقسم الورقة تاعي إلى قسمين، ها، نحاول نقسمها هنا، لأن المجال لا يكفي هنا، معليش وش عليه؟ المشبه من هو؟ نبدأ بالمشبه من هو؟ المشبه به من هو؟ والقرينة من هي؟ انت اكيد راح تقول ذكر المشبه وهو كذا،
وحذف المشبه به وهو كذا وترك الوجه والأداة. عفوا وترك القرينة الدالة عليه. أنا ما نقدرش نكتبها لأن ما عنديش المجال. إذا نبدأ بالقرينة هي الأولى. القرينة هي قادوا. قادوا. القرينة هي قادوا. خلاص كملت القرينة رايح نشطب عليها. استعملت القرينة تاعي خلاص رايح نشطب عليها. المشبه من هو؟ قلنا الحياة. الحياة مشبه. الحياة. ركزي الآن. وش بقى لي؟ بقى لي المشبه به. كيفاش رايح نجيبوا المشبه به؟ المشبه به رايح نجيبه من خلال القرينة لأنه محذوف. ما هو الشيء الذي يمكن قيادته؟ قل يا أستاذ نقود السيارة، نقود الجيوش، قائد الجيش. معليش نعطيك قد عقلك واعطيني قد عقلي ونقولوا نقود السيارة. جميل. بصح لازم نقول بأن المشبه به محذوف. لازم نقول بأن المشبه به ماذا؟ محذوف. لازم نقولها. إذا المشبه هو الحياة، والمشبه به هو السيارة وهي محذوفة، والقرينة هي قادو. إذا نعود هنا للتذكير، لا بأس بالتذكير بدرس الاستعارة. حنا واش قلنا سابقا؟ نديروها هنا، هذه كملاحظة هنا، معليش نديروها هنا. حنا واش قلنا؟ إذا كان المشبه، إذا احنا عندنا مشبه والمشبه به، إذا كان عفوا المشبه والمشبه به، المشبه به، المشبه. إذا كان المشبه به غائب، كاين غير المشبه، تولي لي مكنية. إذا كان المشبه به حاضر، تولي لي تصريحية. هذه يشفى لي عليها، هذه واحدة. إذا كان المشبه به مبعث في البلاغة إنسان، وإذا كان المشبه به شيء، ولكن نقول لك شيء يعني أي شيء، حيوان، أشياء، كذا. هذه بالنسبة للبلاغة يا جماعة، هذه بالنسبة للبلاغة. إذا كان المشبه به إنسان راح تدير تشخيص. إذا كان المشبه به شيء راح تدير تجسيد. ركز هنا. يلا تبع معايا. إذا كان المشبه حاضر راح تولي لي مكنية. إذا كان المشبه به حاضر راح تولي لي تصريحية. في البلاغة إذا كان المشبه به إنسان راح ندير تشخيص. إذا كان المشبه به إنسان شيء راح ندير تجسيد. ركز هنا. يلا نعود. صح. إذا مدام المشبه به، احنا هذه ما نوعها؟ نوعها ماذا؟ مكنية. احنا واش قلنا؟ قلنا نوعها ماذا؟ مكنية. إذا شرحها بلاغتها، ننظر إلى المشبه به. يا أخي وصيتكم، واش قلت لكم؟ قلت لكم لازم تنظروا إلى المشبه به. إذا كان المشبه به إنسان، هقدر التشخيص. إذا كان المشبه به غير إنسان، هقدر التجسيد. وبالتالي هنا راح نديروا تجسيد. تجسيد ماذا؟ تجسيد الحياة. لازم نديروا المشبه تجسيد الحياة. ومن بعد في صورة ماذا؟ في صورة ماذا؟ سيارة. تجسيد الحياة في صورة سيارة. ومن بعدها تزيد، تحب تزيد لي تقوية المعنى وتوضيح، دبر راسك، هذيك حر، انت حر. نزيدوا مثال اخر. تسير عليها النجوم. من التي تسير؟ هذا ادب وفلسفة 2009. تسير عليها النجوم، من التي تسير؟ تسير النجوم. كاين فعل ولا ما كانش؟ قول لي استاذ كاين فعل. ورا الفعل هذا، عفوا، ورا الفعل هذا، ها هو الفعل. لان الفعل هذا واش راح يولي لي فيما بعد؟ راح يولي لي قرينه. من التي تسير؟ من التي تسير؟ تقول لي استاذ النجوم هي التي تسير. صافي، احنا لازم تكون الصوره تاعنا محصوره في كلمتين، فعل واسم. الفعل راح يولي لك قرينه، الاسم راح يولي لك مشبه. وبالتالي راح نزيد نقسم، نزيد نقسم الورقه تاعي. ها المشبه من هو؟ المشبه به من هو؟ والقرينة من هي؟ أنا قلت لكم باش ما توقعوش في الخطأ، أبدأوا بالقرينة هي الأولى. القرينة هي تسير. المشبه من هو؟ هو النجوم. ها يا سيدي. وش بقاتلك؟ قاتلك
المشبه به منين تجيبه يا اخي؟ تفهمنا باللي المشبه به تجيبه من خلال ماذا؟ من خلال القرين. وشكون اللي يسير في الحقيقه؟ استاذ الذي يسير هو الانسان. هاي والله، واللي حب يدير حيوان يدير حيوان، دبر راسه كلها صحيحه. ولكن يجب ان نشير الى ان المشبه به محذوف، لانك لو كان ما تقولش باللي المشبه به محذوف راك غلطت وعندك ناقص نقطه. اذا جميل جدا، وشكون اللي غايب محذوف عندنا؟ عندنا المشبه به واللي محذوف. مادام المشبه به محذوف، مادام المشبه به محذوف اذا هي مكنيه. اذا مش راح نكتبوا هنا، راح نقولوا باللي راها مكنيه. ها مكنيه ها. ثم واش وصيتكم؟ قلت لكم انظروا للبلاغه، انظروا لي للمشبه به. اذا كان انسان دير تشخيص، اذا كان شيء دير تجسيد. احنا لما نظرنا للمشبه به واش لقيناه؟ لقيناه انسان يا جماعه. اذا عندنا هنا تشخيص، عندنا ماذا راح نكتبوا الان؟ تشخيص الحياة، تشخيص الحياة، عفوا تشخيص النجوم، ماني غلط، تشخيص النجوم. استنى صححها هذه، لأن هذه تولي لي مشكلة. تشخيص النجوم هذا، مش عارف أنا كيفاش نستخدم هذا تشخيص النجوم. ها نبدلو معليش، ها تشخيص النجوم في صورة إنسان، في صورة ماذا؟ إنسان. ها ومن بعد تزيد تقوية المعنى وتوضيحه مع ال تقوية المعنى وتوضيحه مع ال كذا. ها ها هاي نصحوها الآن، هذه راني تعلمتها هذه. ها يا سيدي الحمد لله، أنا تعلمنا حاجة اليوم. ها سمحوني صح المصيبة هذه اللي غلطت فيها، صح انتهى. الآن رايحين نشوفوا الصورة الثالثة، اقتبس من فضله. اقتبس من فضله، مادام عندك فعل هنا، مادام عندك فعل راك تتعامل مع استعارة. والفضل لازم تفهمني وش معنى اقتبس. اقتبس هي القبس، والقبس هو الضوء يا جماعة، الضوء أو النار. مش اقتبس معناها اقتباس من القرآن الكريم، ما يروحش بالك لهذيك الفكرة. اقتبس من فضله، إذا الفضل ماهوش ضوء حتى ندو منه، ماهوش نار حتى ندو منها. وبالتالي القرينة راح تولي لي اقتبس هي القرينة، وراح يولي لي الفضل هو المشبه. جميل جدا، ما دام عندي فعل قلنا أننا نتعامل مع تشبيه، عفوا نتعامل مع استعارة، إذا المشبه هو الفضل. الآن راح نقسم الورقة تاعي، ها؟ ها؟ المشبه من هو؟ المشبه به من هو؟ القرينة من هي؟ صح؟ هذه استعارة مكنية يا جماعة، استعارة مكنية. القرينة ما هي؟ هي اقتباس. خي دائما نبدا بالقرينه. المشبه من هو؟ عفوا حركت الكاميرا. المشبه من هو؟ عفوا خليني نرجع الكاميرا الى مكانها الاصلي. عفوا اقتبس. المشبه من هو؟ فضله. ايه وش بقات لي الان؟ قالي فقط المشبه به اللي راح نجيبه من خلال القرينه كما علمتكم قبل قليل. ما هو الشيء الذي نقتبس منه؟ هو ماذا؟ هو النور أو النار. إذا على بالنا باللي حنا النار ماهيش مذكورة يا جماعة. انظر النار مذكورة ماهيش مذكورة. صافي لازم نقولوا باللي راه محذوفة. إذا مادام راهي محذوفة، إذا الاستعارة تاعي راح تخرج لي مكنية هنا. شوفوا معايا، صلوا على رسول الله. الآن نعود إلى البلاغة. البلاغة واش قلنا يا جماعة؟ إذا كان المشبه به إنسان واش نديرو؟ تشخيص. إذا كان المشبه به غير إنسان واش نديرو؟ نديرو تجسيد. إذا هنا واش راح نولوا نديروا؟ راح نديروا تجسيد. تجسيد ماذا؟ الفضل، تجسيد الفضل ها في صورة النار، في صورة النار، في صورة النار، ولا في صورة نار. ومن بعدها تزيد التجسيد تقوية المعنى وتوضيحه كذا منا من هي دبر راسك. صح. هيا الآن
شموسه ما تغرب، ونروح لبحاره ما تنتهي. بحاره ما تنتهي، اسمعني الان، ما دام عندك فعل رانا نتعامل تقريبا مع استعاره هنا. وشنو هي الحاجه اللي تشبه للبحر؟ هذا كلام تحسه كلام منطقي شويه. وبالتالي الحاجه اللي تشبه للبحر يا جماعه هي العلم. احنا نقولوا هذاك بحر بحر بحر، هذاك الانسان بحر. شو معنى بحر؟ معناها عالم في ذلك الشيء، عالم في ذلك الشيء. اذا واش رايحين نديروا هنا؟ رايحين نديروا المشبه والمشبه به. هنا ما كانش قرينه. علاه ما كانش قرينه؟ لان المشبه به هو البحر. ايه، وشكون اللي شبهنا بالبحر؟ هو العلم يا جماعه. اذا هو ماذا؟ هو العلم. البحر شبهناه بالعلم. راك معايا ولا لا؟ العلم هو المشبه. بصح وشكون منهم هو اللي محذوف؟ هل البحر هو اللي محذوف ام العلم؟ قول لي يا استاذ، العلم هو المحذوف. ما دام المشبه هو المحذوف، المشبه هو المحذوف، تولي لك تصريحيه هنا. اذا هذه استعاره ماذا؟ تصريحيه. تصريحيه. شو تولي لك في هذه الحاله؟ الان تجسيد العلم في صورة فضل. في صورة بحر، عفوا، في صورة بحر. هنا ظهر لي بأن المشبه به هو الحاضر ومصرح به. نذهب إلى الصورة التالية، شفاها الثأر، والثأر هو الانتقام. الانتقام ليس دواء يشفي يا جماعة. وبالتالي احنا عندنا كلام مجازي. إذا ما دام عندنا فيه فعل، كلام مجازي فيه فعل، إذا عندنا رانا استعارة. إذا هذه راح تولي لي قرينة، وهذه راح تولي لي مشبه. إذا الثأر شغل كي واحد ينتقم ترتاح نفسه، إذا يريح النفوس. وبالتالي الثأر شبهناه بالدواء. وشنو هي الحاجة اللي تشفي؟ الثأر شبهناه بالدواء. إذا من هو المشبه؟ من هو المشبه به؟ وما هي القرينة؟ إذا دائما نبدأ بالقرينة اللي هي شفاهة كما العادة، لازم نبدأ بالقرينة. المشبه من هو؟ هو الثأر. والمشبه به نجبدوه من خلال ماذا؟ من خلال القرينة يا جماعة. وشنو هو؟ هو الدواء، هو الدواء. لما ننظر للمشبه به يا جماعة، واش وصيتكم؟ لازم دائما وين ننظر؟ ننظر للمشبه به، عفوا، ننظر هنا. لما ننظر للمشبه به لقيناه باللي ماهوش انسان، اذا رايحين نديروا مباشرة تجسيد. تجسيد في صورة، هيا نديرهم في جوع، نوجدوهم. تجسيد في صورة. تجسيد ماذا؟ تجسيد الثأر في صورة دواء. تجسيد الثأر في صورة دواء. مثلا نزيد هذا المثال، قهر الأمراض. الأمراض لا تقهر، الأمراض ليست شيئا يقهر، الأمراض ليست شيئا يقهر. وبالتالي ما دام عندنا فعل هنا، نحن نتعامل مع استعارة. ها، إذا هذه مشبع قرينة، والأمراض هي ربما بشر ولا إنسان مشبه. إذا في هذه الحالة، إذا في هذه الحالة ما دام المشبه هو اللي حاضر، إذا استعارة مكنية. احنا واش قلنا هنا؟ قلنا هذه مكنية، عفوا، فعرفنا مكنية لأن المشبه حاضر والمشبه به هنا في الدواء غائب. ها، قهر الأمراض، وشكون المشبه؟ وشكون المشبه به؟ وشكون القرينة؟ ها، صح، المشبه هو دوب القرينة هي قهر، المشبه هو الأمراض، المشبه هو الأمراض، والقرينة هي ماذا؟ المشبه به من هو؟ هو الإنسان، ربما هو الذي يقهر. ولكن كلمة الإنسان ماهيش مذكورة في المثال، كلمة الإنسان ماهيش مذكورة في المثال، وبالتالي هنا راح نشير إلى أنها محذوفة. ثم بالنظر إلى المشبه به، وصيتكم قلت لكم انظروا المشبه به باش تقدروا تلقوا البلاغة، انظروا المشبه به باش تلقوا البلاغة. هنا إذا المشبه به مادام إنسان، رايحة تولي لي ماذا؟ تشخيص في صورة، تشخيص كشغل جعلناه شخصا، تشخيص في صورة. تشخيص الأمراض في صورة إنسان. الآن رايحين نرفدوا هذه، دلنا التاريخ، نرفدوها ونوري لكم كيفاش تخدموها وكأنك في اختبار. ها،
الناحية هذه. ها ركز معايا، راح نجيب ورقة خارجية. ها مثلا هذه الورقة، هذه الورقة راح نكتب فيها، خليني دائما نكتب هنا. هذه راها باينة ولا لا؟ لا ها مثلا دلنا التاريخ، هذه باينة الله يبارك، دلنا التاريخ. إذا أنت كيفاش تتعامل معاها؟ في ورقة إجابة تكتب، تكتب دراسة الصورة، دراسة الصورة. خلوا بك الأنشطة التطبيقية لازم تعود باينة، لأن الهدف تاعنا يا جماعة هو الأنشطة التطبيقية. دراسة صورة بيانية يا جماعة، أنت باش تدرس صورة بيانية يا جماعة لازم تتبعني، تبعني واش راني نقول لك، باش تحصل على علامة ممتازة يا أخي، تحوس على علامة ممتازة. لازم في ورقة الإجابة تكتب هذا العنوان، دراسة صورة بيانية، كما راني كتبته لك أنا الآن. ومن بعد واش تكتب لي؟ تكتب لي الصورة البيانية، لازم تكتبها، لازم تكتبها الصورة البيانية، عندك ما تكتبهاش، حل عينك. تكتب دلنا التاريخ، دلنا التاريخ. هاني كتبت الصورة. وبعد ذلك اكتب نوعها، نوعها. ثم اكتب شرحها. ثم اكتب بلاغتها. اكتب ثلاث اشياء. نوعها ماذا يا جماعة؟ نوعها مادام فيها فعل، احنا لما ننظر للفعل هنا مادام كاين فعل احنا خلاص رانا، مادام كاين فعل هي استعارة، هذا الامر مفروغ منه. والتاريخ لا يدل، وبالتالي من الذي يدل؟ يدل الانسان. اذا التاريخ شبهناه بالانسان. اذا هذه استعارة مكنية. كيف عرفنا استعارة مكنية؟ لان التاريخ هو المشبه. ها؟ اذا استعارة مكنية. اذا واش تكتب لي؟ تقول لي ذكر المشبه بين قوسين التاريخ وحذف المشبه به بين قوسين إنسان وترك القرينة بين قوسين دلنا. هذو ثلاث أشياء، المشبه اللي هو التاريخ، والمشبه به اللي هو الإنسان، والقرينة اللي هي دلنا، حذاري ما تكتبهمش، حل عينك تنساهم، لازم تكتبهم جيد جدا. ثم بالنظر إلى المشبه به اللي هو إنسان، تشخيص ولا تجسيد؟ أستاذ هذه تشخيص نعرفها. إذا تكتب لي تقوية المعنى وتوضيحه، تقوية المعنى وتوضيحه، وتكتب لي تشخيص التاريخ في صورة إنسان. صافي، لازم تكتب لي تشخيص المشبه في صورة مشبه به، ولازم تذكر لي شكون المشبه، لازم تذكره. مثلا هو التاريخ، هو كذا، هو كذا، هو كذا، لازم تذكره. إذا هذه الطريقة الصحيحة، هذه الطريقة الصحيحة لدراسة الصورة بيانية. إذا نوعها استعارة مكنية، شرحها ذكر المشبه اللي هو التاريخ وحذف المشبه به اللي هو الإنسان وترك القرينة كذا، بلغتها تقوية معنى وتوضيحه وتشخيص التاريخ صورة الإنسان. الشيء اللي حاب نركز لك عليه، هذه هي خطوات الدراسة الحقيقية والصحيحة للصورة البيانية. لازم تكتب لي عنوان دراسة الصورة البيانية، ولازم تكتب الصورة البيانية حذاري ما تكتبهاش، حذاري. متفاهمين يا جماعة؟ حذاري ما تكتبهاش. إذا نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو خاوتي وخوتاتي، ماذا بينا يا جماعة تبارطاجيو هذا الفيديو إلى أبعد الحدود، لأننا نتمناو أننا نلقاو التشجيع، لأننا عندنا نفسية كيما نتوما ونتلقاو التشجيع، تشجعونا وكذا، ونقول لكم بارك الله فيكم دائما، شجعونا يا جماعة، انشروا هذا الفيديو باش نكملوا الأنشطة التطبيقية الموجودة في هذا الكتاب، جميع الأنشطة، جميع هنا التمارين الموجودة في هذا الكتاب راح نحلوها بإذن الله تعالى من الألف إلى الياء، وراح تبقى معكم الأنشطة التطبيقية طيلة السنة، طيلة السنة هذه إن شاء الله. ما تنساوش خاوتي تابونيو في الانستغرام تاعي، وتابونيو في لاباج تاعي تاع الفيسبوك باش تلقاو كل جديد، وسأعلن عن مفاجأة في الأيام القليلة القادمة، ترقبونا إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى دعواتكم يا خاوتي.